أحسن الله إليكم. المرسل عين من العلا الشمالية يقول: يوجد لدينا غنم ترعى ونقوم بزكاتها، وتنتج كل عام بهما صغارا ونقوم بتعليفها، ونحن في البر ويذهب ويرعى ثم يعود، علما أننا نعلفه كل يوم، فهل يجب فيه الزكاة؟ هذا ينظر فيه إلى الأكثر، فإن كان الغالب العلف فليس فيها زكاة، وإن كان الغالب الرعي ففيها الزكاة، وإن كانت متساوية العلف والرعي ففيها الزكاة أيضا. فإذا كانت ترعى وتقوم على الرعي وليس هناك علف ففيها الزكاة قطع كاملة، فيها الزكاة كاملة. وإذا كانت ترعى أكثر الحول أيضا ففيها الزكاة، وإذا كانت تعلف أكثر الحول فليس فيها زكاة. إذا لها ثلاث حالات: تكون ترعى كل الحول هذه فيها الزكاة بلا إشكال، أن تكون ترعى أكثر الحول هذه أيضا فيها الزكاة بلا إشكال، إذا كان العكس وهي الحالة الثالثة أنها تعلف أكثر الحول هذه ليس فيها زكاة. نعم. أحسن الله إليكم. إلا إذا أعدت للبيع والشراء فإنها تزكى زكاة التجارة، أما إذا أعدت للدر والنسل وهي تعلف أكثر الحول فليس فيها زكاة. والحالة الرابعة أن تعلف كل الحول هذه من باب أولى ليس فيها زكاة. نعم.